لو عاوز يعني تتجوز اتجوز عشان تشوف خلفتك، يعني تشوف نصيبك، وده حقك، حقك يا ميمي، حقك يا اخوك. عمتي حق ايه؟ الكلام اللي انت بتقوليه ده مش موجود. مش اسمع اسمع بس يا ميمي، ما تقاطعنيش. انا كل اللي طالباه منك انك لو اتجوزت اتجوز في السر، بلاش تقهر البنت، بلاش تكسر نفسها وتخليها البانة في وسط النسوان. أنا عارفة إنك أنت حنين وقلبك طيب وروحك فيها، وهي والله كمان روحها فيك. أنا مش عاوزك تكسر قلبها يا ميمي، ما تجيش منك يا حبيبي. وكمان تعمل لنا خاطر، ما انا عمتك برضو. ماشي يا ميمي؟ ماشي يا حبيبي. حبيبتي مفيش الكلام ده، عمتي وامي وكل حاجه، وسمعتي اختي ومراتي وحبيبتي، مفيش الكلام ده، مش هيحصل. صل على النبي، صل على النبي، تعالى نطلع فوق. قومي تعالي نحلى، تعالي تعالي، صل على النبي، تعالى قفل. انا يا ابني في مشكلة وعايز تصفيها صفيها معانا احنا، مالكش دعوة بيها، طلعها برا الموضوع، مالكش دعوة بأمينة. ولا انت خايف؟ ها؟ شكلك خايف، خايف تنشر فضايحكم. اسمع يا جنرال، العيال الصغيرة اللي كانت بتثبت وتفتح مطاوي وخلاص كبرت وشافت عالم تاني، وانت اللي خليتها تشوف العالم ده، مجلس الشعب، مرشحين الرئاسة، محمد محمود والميدان، بورسعيد وغيره، عملنا كل حاجة عشانك، كل حاجة اتطلبت مننا عملناها، وفي الآخر بتضربنا في ظهرنا. أنا مش خايف منك على فكرة، ولا خايف من اللي حواليك. أنا جاي أقولك كلمة واحدة بس، ومن الآخر ابعد عننا وسيبنا في حالنا، ابعد عننا وسيبنا في حالنا، وحياة العيش والملح اللي عمرك ما هتاكله معانا. هخليك تندم على اليوم اللي شفتنا فيه، هتطلب الرحمة ومش هتنولها. اضحك اضحك قوي على فكرة، زي ما انت معانا حاجات تخصنا، احنا كمان معانا حاجات تخصك. حطها في دماغك يا سن، خلي بالك من الباشا بتاعك، عشان خلاص شكله بيقع وهيقع. سلام يا جنرال. سن، تشرب كاس؟ كاس؟ انا عارف ان احنا كنا هنتكلم تاني، بس الارقام اللي انت بتتكلم فيها دي ارقام صغيره قوي، تضحك بيها على عيل صغير. يا باشا انت عارف شقه زي دي لما تأجرها ولا تبيعها هتاخد فيها كام؟ طيب أمال إيه؟ أنا عايز مليون. آه، مليون جنيه. أنت عارف شقة زي دي لما تاخدها مني هتعرف تأجرها بكام ولا تبيعها بكام؟ طيب أمال إيه؟ هما مليون جنيه مش هنزل عنهم مليم. فكر ورد عليا. سلام. الو، في يا ابني سعادي؟ انت بتقول ايه؟ مطعم مين اللي ولع؟ طب اقفل، انا جاي. في ايه يا ميمي؟ المطعم ولع يا سماح. ايه؟ يا نهار اسود ومنيل، زي مختفي من امبارح، ما تقوليش. مش عارف، انا راحت عليه نومه ولا حاجه، عمال اكلمه طول اليوم ما بيردش على الموبايل. مش عوايته بالفعل، ما بيردش، لا يكون تعبان ولا حاجه. ايه؟ نكسر الباب ولا ايه؟ لا لا استنى، يمكن مفتاح البيت مع فقال مفتاح المحل. وريني كده، وريني. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. أخوات مقدس،
تعالى يا ابني تشوف يمكن نايم ولا حاجه. بص بص يا مفيش حد. ايه ارض اتشقت وبلعت؟ ايه ده؟ مقدس فؤاد. مش في الميعاد يحجزوا على المحل. يعني هي جت على دي؟ ما اتطربقت فوق نفوخنا خلاص بجملت. يعني ايه بجملت؟ ده المحل ده بتاع سيكا. اكل ايه هو عشان يشرب عليه ميته؟ ويعني احنا كنا اكلنا ايه يعني يا ميمي عشان نشرب عليه ميه احنا كمان؟ ما كلنا في الهوا سوا. يا يوسف ما قلت لك يا اخي حقنا هيرجع. الظاهر ان احنا مش مكتوب لنا نقب على وشها. يا ميمي مفيش حاجه بتدوم على حالها، مش ده كلامك ولا ايه؟ ده كلامي اه، بس بعد ما شفتها مفحمه لقيت انها صعبه. حتى لو سابنا في حالنا ريحه النار مش هتسيبنا. هتقوينا ما تخوفناش، هتفكرنا بكل بلاويه. وعلى فكره ده اخره، مش هيعرف يعمل معانا حاجه اكتر من كده. بكفاياك بقى يا عم دياب، بكفاياك. انت مش عارف انت بتخبط في مين ولا ايه؟ عمال يقول لك الموضوع صعب وانت تقول له ده اخره. لا يا صاحبي ده مش اخره، ده اوله. يا يوسف عايز ايه؟ انت اللي عايز ايه؟ ها؟ ساعة ما رجعت وانت حالك متشقلب ومش على بعضك وعامل لي فيها وطني، خدت الجدع ده في رجليك وخليته يقلب على الجنرال هو رخر، ولما جت تطربق طربقت على نافوخنا كلنا مش على نافوخك لوحدك. هي خربت خلاص. اوعى يا بت شيمي. يا شيمي في ايه يا يوسف؟ واخد في وشك وزعق كده ليه؟ فين جوزك اللي عامل لي فيها بلطجه وبيحرق في شقه عمري؟ جوزي مش بلطجه وانت عارف كويس قوي. جوزي كان بيتفعلك انت ولزيك عشان ما يوسفش ايده بالكلام ده. نسيت ولا تحب افكرك؟ لا فاكر، واديك قلتيها بنفسك. هو فين يا شيمي؟ فين يا يوسف؟ انت بزعق ليه؟ المطعم قصاد البازار صح؟ مطعم اللي بتتكلم عنه مش فاهم ولا حاجه. المطعم اللي انت ولعت لي فيه. نازل ايدك دي، انت لازم تتكلم مع مين؟ احنا ناس شرف ومالناش في شغل العصبجيه وتليح الجيتات ده. يا يوسف المشاكل اللي بينا تحل بطرق كتيره غير الطريقه دي، وهي اللي كنت عملتها مع سعيد. روح شوف مين اللي عملها معاك بدل ما تهجع على الناس في وقتها. ماشي، بس لو طلع ليك يد في الموضوع ده يبقى فتحت على نفسك باب جهنم، لاني ساعتها مش هرحمك. ياسين قال لي انك فتحت